السلام عليكم خوتي خواتاتي عشاق أزاد ثقة، كيما عودتكم أزاد ثقة دائما مجدين. اليوم جبنا لكم لاشوم فيولا اللي خرجت بزاف شابة خوتنا بزاف قوة، الله يبارك خوتنا، دوك تضربوا عليها لمحة ونشرحها لكم إن شاء الله. خوتي خواتاتي بعد ما ضربتو عليها المحا دوك نروحو لاكاطو تاعها لي خرجت قوة الله يبارك مخدومة كاع بي غازيل حاجة من نوع رافع. بسم الله نبداوكم بلاكاطو، لاكاطو تاعها لي فيها ربع بيبان مزلقة لي كادرمون تاعها كاع بوئات لافينيسيو في محل أزاد ثقة، هذي حاجة معروفة عندنا على كل حال، حاجة من نوع رافع خاوتنا. زدنا هنايا درنا في الابانو هذا الشكل هذا اللي خرج تحفة كيما تشوفوا هنا في لاكادروب ولا تشوفوا في لاكوافيز ولا طاب ديوي خدمة واحدة خوتنا فيها طروا شامبو كيما كتشوفوا هكذايا. زدنا لهنايا ديزاين شباب بزاف تلقى هذاك الموتيف سلا غوش وسلا دروات، هنا درناها عالية على الظرف للتسيير مخدومة هنايا بي غازيل ثاني خرج موتيف ثاني خرج موتيف شباب بزاف الله يبارك، هذا الموتيف ثاني تشوفوا في لاكوافيز ولا طاب دينوي ولا ليلي خدمة واحدة. نروحوا للباب الأولى، الباب الأولى أغوش أدروات خدمناها أبانو وتاع الوسط خدمناها بزاج نوار اللي خرج تحفة الله يبارك والديزاين مخدومة هاي لكم خاوتنا. لي سيزون تاعها حاجة من نوع رافع حاجة قوة الله يبارك. هذا لو موتيف يخرج متلاصق مع لاكادروب طاب ديوي وكوافيس خاوتنا. نروحو للباب الأولى بسم الله، الباب الأولى اللي خدمنا فيها ربع لي سيطاجير توجور في محل أزاد ثقة تلقى بليتسع أوليو اللي تشوفها ربع لي سيطاجير حنا نقول لكم خمسة طبقات واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة تلفت خيرك يالله. هنا مخدومة ميتيبليي لو تاعها كيلومتري ميتيبليي حاجة من نوع رافع. نروحو للميليو تاعها، الميليو تاعها هاديكم خاوتنا لي فيه طروا سيباراسيون بلوس دو كوتي خمسة. هنا تجي طاجيرة وهنا تجي الترانك تاعك الكوتي توجور فيه 60 على جال لي كوستيم لي طاير باش ميتكلصوش الداخل. هنا درنا حاجة مكبر هنا درنا فيها دو سيطاجير افيك جي ترانك تاعك هنايا كاش يمونطو صغار ولا يتعلقوا خاوتنا. بعد ما شرو الميليو تاعها نروحو الباب الرابع، الباب الرابع كانو مثله فيها ربع لي سيطاجير كي نقولو ربع سيطاجير دايما نقولو خمس طبقات تلفت خيرك يالله خاوتنا. خاوتي خواتاتي لاكادروب تاعها اللي فيها 280 اللي خرجت قوة الله يبارك. بعد ما شفنا لاكادروب نروحو نشوفو البوك تاعها، البوك تاعها اللي خرجت تحفة الله يبارك. لو كادرمون تاعو مخدوم كاع بوائت ديزاين هذا كيما كنا نوضحو لكم في لاكادروب ولا في الكوافيز ولا في الطاب دينوي خدمة واحدة خاوتنا هاي ليكم. لافينيسيون الله يبارك هذه معروفين بها لافينيسيون خاوتنا. هنا درنا لها اونتيطاج برومي شوا هذا باللانشات تمسح خاوتنا هاي ليكم. البوك تاعها اللي درنا فيه ام 60 على ام 90 هنايا لو بتي دوسي تاعها ثاني مخدوم لو كادرمون كابوات لو بي تاعو يخرج بي غازيل لو موتيف هذا اللي كنت تشوف فيه في لاكادروب تشوفو هنا في ليلي. هنا بتي دوسي تاعها اللي خدمناه مامتو يولي بوف ومامتو يولي كوفر حاجة من نوع رافع. نعاودو نقولو لي طاب ديوي تاعها، طاب ديوي تاعها اللي خرجو تحفة الله يبارك هاديكم خاوتنا. توجور مخدومي لي بي تاعو بي غازيل فينيسيون وحدة، هنا عندك ان تيروار وهنا ان تيروار فيها دو تيروار خاوتنا. ولا فينيسيون واش تشوف من برا تشوف من الداخل. وتوجور هنايا نخدموها تركية
حاجة من نوع رافع. هنا لو كادر متاعو خدمنا كاع بوقت درنا له قاعة زجاجية في النور اللي خرجت تحفة الله يبارك. خوتي خواتي ديما نشتو للكادرون قولي لي اللي طاب دي لوي روحوا لاكوا مفتاحة لاكوا مفتاحة خرجت شابة بزاف كاودنا توجور بي بي غازيل فينيسو واش كنت تشوف في ليلي ولا لا كادروب ولا طاب دي لوي لاكوافيس خدمه واحده لاكوافيس تحت ولا فيها طروات في الوقت واحد زوج ثلاثه فينيسو كما قلنا لكم واش تشوف من برا تشوف من الداخل حاجه من نوع الرافع توجور لاكوافيس تخدم كشغل طاب دي لوي لو كادرمو يخرج كاع بوقت دير لها قاعه زوجيه في النور اللي خرجت تحفه الله يبارك. خوتي خواتاتي هذيا نوفو موديل في محل اثاث ثقة السعر تاعها اللي درناه 27 مليون و 800 فيها النقل والتركيب على 58 ولاية خاوتنا. هذه راسهم بزاف خرجت شابة خاوتنا خرجت تحفة الله يبارك خاوتنا. واللي يكونوا انا نقول لكم مع الكونفيرمو يكون بعيد وما ينجمش يجي لينا احنا اتصل بنا على الارقام تاعنا احنا نجيبوها لك في دارك وخلص في دارك. خوتي خواتاتي ان شاء الله تكون هذه نالت الاعجاب وان شاء الله جميع اللي جن ماذا بينا احنا جو عندنا المحل وزيد تشوف هذه الشبه اللي خرجت تحفة الله يبارك فينيسيون كامله مكموله لا كادوب تاعها اللي فيها 2.80 حاجه من نوع رافع. خاوتنا نعاودو نسهل ناكدو لكم على السعر تاعها اللي درناه 27 مليون و 800 فيها النقل والتركيب على 58 ولا خاوتنا دائما وتكون كاين جديد ان شاء الله انا وخويا عبدو نكونوا دائما في الصوره تاعكم وان شاء الله دائما نكونوا خفاف عليكم. واش نقول لكم خاوتنا نقول لكم بعد الكلام سلام.